يلا يلا استاذ فتيحه كيفاش هذا الحفل البهيج ديال مجلس العماله تكريم الموظفين وايضا الرؤساء السابقين؟ تحية طيبة لكم، لأن دائما كنفتخر بكم لأنكم دائما كترصدوا على الأعمال المزيانة، الأعمال اللي كتعطي واحد المصدر لمدينتنا. هذا صراحة أول مرة شي رئيس وشي مجلس كيفكر بهاد الناس الموظفين اللي خرجوا حالوا على التقاعد تقريبا 2019 2020 2021 2022. يعني التحد ما عمره ما فكر باش هذا الربط الماضي بالخاطر، لان الا جينا نقولوا هاد الناس راه عندهم تراكم من التجارب يعني كنستافدوا منهم كأن منتخبين خصنا نكونوا ايد واحده. شكرا للموظفين، شكرا ما كنتمنى لهم ان شاء الله حياتهم تكون احسن احسن من بعد لا روتريت، حيت عاد كتبدا الحياه ديال الناس 60 عام ما بقاتش بحال بكري ولات التقاعد ولا في الشباب. شفتي النساء، شفتي مازال الرجال شويه عند النساء الحمد لله بحال سم جيده. شكرا سيد رئيس المجلس الاقليمي وسيد العام اللي تاشر لنا على هذا الحفل، هذا الحفل اللي كيعطي اكثر من معنى واكثر من دلاله. هذا الحفل اول مره في المغرب ان مجلس عماله كيدير تكريم الموظفين اللي غادروا العماله مده سنين قبل ما نكونوا احنا، يعني في 2019 و2020 جينا في 2000 في اخر 2022 في 21. دونك هذا في حد ذاته راه عمل نبيل واعتراف بالموظف العمومي، لان الموظف العمومي صحيح راه ربما حنا العموم ما كيعرفش شنو كيقوم به داخل الاداره، لكن واحد الجهد واحد الثقل واحد المواظبه في العمل يعني كيعطيو من كل كيعطيو من جهدهم كامل. شكرا لهم، شكرا للمجلس كله، شكرا لكم كلكم، تحيه طيبه.